هلأ رح ننتقل لفقرة مهمة كتير ومساحتنا الأخيرة خصصناها لحتى تكون قانونية، لحتى نضوي فيها على بعض الأمور يلي ممكن أنه تكون مبهمة عند البعض وتساؤلات كتير بتصير نور حول القواعد القانونية إن كانت تجارية أو اقتصادية. أكيد قديش مهم اليوم خلال رحلاتنا الصباحية عم نسلط ضوء على مواضيع قانونية بتهم الكل. رح نحكي اليوم قواعد القانونية لنجاح أي مشروع اقتصادي بنتعرف عليها. كثير من الناس اليوم بتحاول تبلش مشروع لكن ما بتعرف الخطوات الأساسية القانونية لتبلش تدريجيا بهيدا المشروع، مع الأستاذ المحامي حسني الصوفان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك. أستاذ خلينا بالبداية نعرف للمشاهدين شو يعني وقت منقول نحن بالوثائق القانونية وشو يعني كمان بيانات قانونية. نعم بيختلفوا عن بعض. هلا هي الوثيقة القانونية الوثيقة القانونية هي الدليل أو الوثيقة الكتابية أو خلينا نقول هالورقة اللي فيها إثبات لواقعة معينة. أي هي الواقعة ممكن تكون أي شيء، ممكن يكون التزام تم تنفيذه او حق لهذا التاجر مثلا. نحن عم نحكي هلا هون من الناحيه الاقتصاديه. هلا هي بشكل بوجه الاجمال الوثيقه هي يعني ورقه اثبات. تمام، اثبات هالواقعه معينه. تمام، وضمن الاقتصاديين او المشروع الاقتصادي بيكون عندهم هن دائما مجموعه متطلبات، احيانا القانون بيفرضها عليهم يكونوا موجوده عندهم، واحيانا اليه العمل والاجراءات القانونيه بتتطلب وجود مجموعة وثائق. صحيح. فصاحب العمل منذ البداية، من أول لحظة بيبدأ فيها مشروعه، لازم يكون عنده التزام والتزام بحفظ جميع الوثائق، خلينا نسميها قاعدة بيانات قانونية ضمن مصنف خاص بأي مشروع مهما كان هذا المشروع، على قدر من الصغر أو كان مشروع كتير كبير. لازم يكون في عندنا قسم مختص لنحفظ هي الوثائق القانونية تحت مسمى قاعدة بيانات قانونية. طب خلينا نوقف عند قاعدة البيانات القانونية. يعني هلا نعرف احنا القانون السوري بتعديل بشكل مستمر خصوصا ما يخص الاقتصاد الصناعي. نعم. لفتح الابواب ضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها. احنا تعرضنا يعني خلال 10 سنوات من الحرب فعليا لخساره كثير من المشاريع الاقتصاديه، فعم يكون دائما في تعديلات يعني ضمن هيدا القانون. شو هي اهم يعني القواعد القانونية اللي لازم أي حدا بده يبلش مشروع اقتصادي، لأنه يختلف اليوم الصناعي عن مشروع اقتصادي آخر، كأي حدا يعني كان صغير ولا كبير، شو هي أول شغلات لازم أنا بلش فيها؟ لأنه أحيانا بلش المشروع بيكون فيه بعض الصهوات، يعني أخطاء شائعة بيمر فيها الشخص أنه أنا لا ما بعرف نسيت أو عملت هيدا الإجراء. وأحيانا ضمن تعديل القانون بيكون يمكن عامل القواعد الأساسية بس هو ما تعرف أنه في صار تعديلات أخرى على هيدا القانون. خلينا نقول شغلة، نبدأ من حديثك. حضرتك قلتي أنه فقدنا كثير من المصانع والمعامل وفقدنا أيضا كثير من الوثائق. صحيح 100%. وكثير صحيح. عالم اليوم سندات التمليك هي تعتبر وثيقة، حكم محكمة بموجبه كان هو يملك تعتبر وثيقة. بسبب الأعمال الإرهابية ببعض المناطق راحت هي الوثائق، تم حرقها، تم إتلافها من قبل مجموعات أو إرهابيين. تمام، هدول الأشخاص لاحقا صار بده يكون معه هو، هي اللي عم نقوله نحن بهي اللقاء، أنه أهمية حفظ مثل هذه الوثائق لديك، أنه دائما أنا معي حكم مثلا أو معي وثيقة أو معي وكالة كاتب بالعدل. بيوم من الأيام اليوم الوزارة مثلا، وزارة العدل قامت بترميم الأضابير وطلبت منهم أنه أعطيني، بس أنا بدي رمم لك أدواره وبدي أبحث حول هالوثائق هي حتى أعيد ترميمها، بس معلش تعطيني شيء يثبت يعني بدي اي شيء. النسخ الورقيه تمام، النسخ اللي موجوده النسخ عندي الالكترونيه كان تمام. نوعا ما فيني انا اعمل حمايه ذاتيه نوعا ما ممكن. ولكن نحن اليوم المشروع الاقتصادي من اهم قواعده هو الحقيقه التنظيم والعمل بشكل ممنهج. يعني اليوم اي شخص اقتصادي اليوم بده يبدا بعمل او مشروع اقتصادي ما يفكر فقط بالنواحي الاقتصاديه، انه انا ببيع هي بشتري هي بعمل بساوي، لابد انه يطلع على القانون يلي عم ينظم هي المهنه اللي هو حابب يتاجر فيها او العمل اللي بده يقوم فيه. والاهميه هذا الموضوع بتجي من هدول الشغلات اللي هلا رح نحكيهم، انه منبلش من الخطوه الاولى حفظنا وثائقنا. كل شيء وثيقه، حتى ولو رح تسجل مثلا انا اليوم بدي اخذ مقر
مشان نكون مقر للشركة تبعيتي. أول ما بدي بلش ببلش مباشرة باخذ شيء يثبت هي الملكية من الشخص اللي استأجرته منه مثلا أو اللي اشتريته أنا منه، حفظت عندي وثيقة تثبت سبب وجودي أنا بهذا المقر. تمام، لما بقوم بإنجاز هي المهمة بصير عندي مجموعة إيصالات ومجموعة ضرائب بكون سددتهم، إتلافهم أو إهمالهم قد ما يحتاجهم الواحد لبعد فترة طويلة. ممكن يحتاج وثيقة من الوثائق، نحن ضروري ننوه لهالقصة هيك عند حل الشركة. أكيد صعب أن تطلع ضمن الدائرة الحكومية أو الدوائر الرسمية، ولكن من السهل أن تكون موجودة عندك محفوظة لديك. شايف أنا يعني نحن صرنا أنا بعد فترة طويلة من عملنا ضمن يعني كمحامي مع مجموعة من الشركات أو الاقتصاديين، لاحظت أنه من أكثر الشغلات اللي مميزة للشخص الناجح بعمله الاقتصادي بتحسي أنه هو شخص منظم جدا. عندي شخص أنا مثلا أحد الأشخاص تعاملت معه، أنا مفترض كمحامي عن هاي الشركة لازم أنا أكون حافظ هاي الوثائق، بكون لبين ما أنا طالعتها عنده بيكون هو أعطاني إياها مصدقة ومبعوثة ملف PDF بعت لي إياها على برنامج الواتساب، بيقول لي هاي اللي بدك إياها أستاذ. فأنا يعني كتير لاحظت هاي القصة هاي وباينت على يعني قدامنا من خلال يعني ممارستنا لهذا العمل. لاحظت انه الشخص يلي بيكون فعلا ناجح هو الشخص اللي شايف لبكره شو في قدامه، عرفان انه عنده قاعده بيانات ووثائق قانونيه قدامه موجودين، باي لحظه بتطلبي اي وثيقه هو عرفان. اليوم اي تاجر ممكن يدخل لعنده موظف، لحتى مثلا موظف التامينات الاجتماعيه مثلا، بيقول له يعني ضمن قانون التامينات الاجتماعيه لابد من تسجيل العامل اللي موجود لديك. فاحيانا بيجيني اتصال من موكل مثلا بيقول لي استاذ عندنا جماعه التامينات هدول شو لازم شو بدي اعطيهم انا. هذا الشخص فعلا بيكون عمله ما كثير يعني متارجح، ما بيكون هيك عنده نجاح كامل. شخص اخر بيحكي لي اياها بالسيره، والله اجوا جماعه التامينات وانا اعطيتهم الوثائق اللي كنا حفظناها ودفعنا الكذا. فهي من ناحيه ثانيه انه فعلا هي الوثائق هي سر من اسرار نجاح العمل الاقتصادي. لانه هي بتأدي الالتزام بوثائقنا القانونيه وبشكل صحيح وسليم، بتأدي لتوفير على صاحب العمل، توفير بالنفقات وتوفير بانه ما يتراكم عليه ضرائب وغرامات. فانا اليوم الحقيقه يعني بقول انه اي عمل اقتصادي مطلوب منه مجموعه وثائق ومجموعه التزامات، هدول الالتزامات بدهم وثيقه قانونيه تثبت قيامه بهذا الالتزام، لابد انها تكون محفوظه بملف خاص، ويكون أمام هذا الملف يكون في جدول أعمال، جدول أعمال قانونية، لأنه هي الوثيقة مثلا في منها لازم تتجدد كل مدة محددة ضمن القانون، مثلا براءات الزمام والرواتب والأجور مثلا للعمال لما تكون موجودة ومدفوعة الضريبة عنها لازم تدفع كل فترة معينة. حدد القانون مثلا قانون التأمينات الاجتماعية قال لك لازم تدفعي أنت مثلا عن الرسوم عن العامل المسجل لديك خلال فترة مثلا كذا، أيمت ما إجت حدا حتى يشوف هل مدى التزامك بهالموضوع لازم تكون الإيصال موجود وبراءة الذمة موجودة والأوراق موجودين، مو فقط أنا بسدد وبتلف ورقة. وفعلا هي من شغلة مهمة جدا يعني، وهي مهمة على الصعيد العام بشكل عام. يعني حتى الطلبة اليوم خلينا نقول من بداية حياتهم لازم يكونوا معودين على هي الآلية، انه انا اليوم صار عمري 15 سنة استلمت اليوم اول وثيقة او اول هي بعمل ملف لإلي خاص، بحفظ ضمن هذا الملف كل شيء وثائق قانونية انا بطلبها. واذا الانسان يعني بدأ حياته بهذا التنظيم فأيمت من طلبت منه اي وثيقة صار هو مبرمج انه انا لازم تكون هي الوثائق محفوظة عندي. ذكرت حضرتك استاذ انه هي الوثائق او قاعده البيانات ممكن تكون بين الطرفين او ثلاث اطراف، وقت بنفقد نحن هي الوثائق او قاعده البيانات وقت بتنفقد النسخه الاساسيه او شيء مهم منا، مين هو بيكون المسؤول عن هي الوثائق؟ هلا هو الحقيقه المسؤول عن حفظ هي الوثائق هو القائم على العمل الاقتصادي صاحب العمل، لانه هي الوثيقه قد تثبت حق لي وقد تثبت التزام علي. فأنا اليوم إذا كانوا طرفين، ولو افترضنا خلينا نقول وثيقة عقد مثلا، عقد بين طرفين، أنا إلي صالح أني ثبت هذا العقد ولكن فقدته،
الوثيقة موجودة عند شخص آخر، تمام؟ فأنا بدي يكون تحت رحمة مدى إظهاره لهي الوثيقة، وبدي فوت بإشكاليات معينة حتى أقدر، وممكن الآخر يقول لي كمان أنا فقدتها، لأنه أنا من صالحي أن تثبت، لذلك أنا المسؤول وأنا صاحب المسؤولية الكاملة، لابد من حفظ وثائقي لدي. هي تدعى وثائق القانونية. الوثيقة القانونية هي وثيقة مسؤولية من يحتاجها أنه هو يحفظها، تمام؟ أكيد هي رح تكون موجودة أحياناً، بتكون إذا صادر عن دوائر رسمية يمكن أنه الواحد يحصل عليها. النسخة الأساسية وين بتكون؟ هل صاحب العمل هي نفسها؟ هي الوثائق، يعني الوثائق القانونية هي شغلة عامة، يعني مو أنه مثلاً الوثيقة القانونية مثلاً إذا كانت مصدرة عن دائرة حكومية مثلاً أو دائرة رسمية ممكن الحصول عليها من هاي الدائرة. صورة عنها بدلهم منك. إذا بنقول إثبات أو حماية هاي الوثائق القانونية، نحن بنشوف أي حدا مبلش مشروع قديش مهم يوكل محامي. يعني أنت لما تضمن مثلاً حقوقك القانونية اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها، مع بداية المشروع لازم يكون معك محامي متابع، هو يعني من أول متابعة إدارية تدريجياً، لأنه ما بيكون الشخص على ألمام واسع بكل التفاصيل. يعني أنا بقول هون إنه هو مفترض يعني يكون في عنا نحن ثقافة الاستشارة والاستشارة من أهل الخبرة. يعني اليوم في عالم تجي تستشير شخص مثلا، ولكن هذا الشخص بيكون غير ملم بهذا الموضوع، أو هو مثلا يعمل مثلي مثله مثلا، إنه أنت شو ساويت، تمام، أنت شو اشتغلت، أنت شو عملت، تمام. نشر ثقافة الاستشارة هي من المواضيع الهامة جدا، لأنه بتجنب الشخص الوقوع بمشاكل لاحقا ممكن يتداركها بتفاصيل جدا بسيطة ببداية العمل. مثلا مرق معنا هيك شغلة صغيرة، بيوم من الأيام شخص كان عم يقوم بعملية استيراد لبضائع عنده، تمام، بدأ بالمعاملة وطبعا قام بتثبيت البضائع ووصلت البضاعة وبده يكمل بقى إجراءاته. فاكتشف، يعني موكل كان اتصل فيني بيوم من الأيام، يعني اكتشف أنه أنا مجموعة الوثائق محتاج وثيقتين أو ثلاثة. هو عم يقول أنه أنا محتاج وثيقتين أو ثلاثة، طلعت هاي الوثيقتين أو ثلاثة بتتطلب من العمل والإجراءات الإدارية أكثر من شهر ونص. هذا الشهر ونص هو كان عم يدفع ضريبة ورسوم وخسارة مادية كبيرة، ودفع خسائر كانت ممكن تداركها قبل البدء بهذا العمل. أنه مثلا بيتطلب، يعني ولو هيك حكينا بشكل تفصيلي بهي الناحية حتى تنفهم أكثر، مثلا إجازة الاستيراد تتطلب مجموعة وثائق، تبدأ بسجل تجاري جديد، غرفة تجارة كمان تكون بذات العامل اللي مقدم، براءة ذمة مالية، ومجموعة وثائق. هدون لما بنحكيهم نحن انه اوكي سجل تجاري، يلا رح نروح نجيب سجل تجاري، هي دائما بيوقعوا فيها السجل التجاري. صحيح، يعني دائما تلاقي المشكلة انه انا اخر شيء بعمل سجل تجاري. نعم. بس من البداية قديش بتجنبك الوقوع ببعض فينا نقول الهفوات او الثغرات القانونية. حقيقة السجل التجاري هو هوية العمل التجاري، تمام، وهو شيء من الاساسيات يعني، ولازم دائما يكون مجدد ومنظم وبشكل يعني مثل ما بيقولوا جاهز عند الطلب، مو لما انا احتاجه اروح اسعى لحتى اجدد. تماما، يعني هو هويه شخصيه. صحيح. يعني خلينا نسميها، بس بده يكون هو جاهز وموجود لما انا احتاجه. مثلا هلا القانون الجديد فرض وجود سجل تجاري لكل الاعمال التجاريه. صحيح. طبعا عفوا انا اخطات هون، مو هو القانون الجديد، القانون فرض انه يكون مع لكل عمل سجل تجاري. صحيح. ولكن التعميم الجديد فرض على كل المشاريع مهما كانت. صحيح. صغيره، تمام، هذا الشيء بيعطيه حمايه لهالانسان، تمام، ولكن احنا بنرجع لمحور حديثنا انه هذا السجل لازم يكون موجود دائما ومجدد مسبقا، مو لما انا احتاج اروح جدده، لانه رح يتطلب مني عمل 15 20 يوم لحتى اقدر انا احصل عليه. ممكن بهالحاله اوقع بمخالفات مثلا، او ينكتب فيني ضبط مخالفه مثلا انه لعدم التزامي بالقانون، ممكن انه يكون هذا الشيء عم ياثر علي انا على الصعيد الشخصي، انه حدا بده يتعامل او يشتغل معي او بده ياخذ مني بضاعه السجل ماله موجود، بيجي انا بقول له انه معلش رح امن لك صوره، بيقول لي ما فيني باخذ منك غير ما يكون سجلك مثلا جاهز.
هذا الشيء بيأثر علي شخصيا وممكن يأثر يعني انه يؤدي لوقوعي بغرامات ومخالفات قانونية وعلى نجاح كمان المشروع يلي عم يشتغل عليه الشخص. قدمهم يعني وجود هي الوثائق ووجود السجل التجاري او غير السجل، انه الوثائق يلي بتتطلب وجودي تقدمهم لحتى ينجح هذا المشروع الاقتصادي للشخص يلي عم يعمله. خلينا نسميها قاعدة بيانات قانونية لابد من توافرها ضمن المشروع الاقتصادي. أنا شفت يعني مثل ما بدأنا الحديث فعلا شفت أشخاص ناجحين جدا كان عندهم دائما يعني، وحتى أكون تشبيهي واضح وصريح حتى فعلا ناخذ منهم سر هالنجاح. كنت كل ما أدخل لعنده، هو صاحب شركة من أهم الشركات مثلا، لاقي عنده ورقة بيضاء وقلم رصاص ومحاية والله وعم يسجل، يقول لي أستاذ نحن قدمنا الوثيقة الفلانية بتاريخ كذا، إذا هلأ حصلنا عليها كذا اليوم تعتبر انتهت مدتها. أنا رح كفل فلان مشان يعيد تجديده. أنا أقول له مثلا أستاذ ممكن اليوم ما تكون أنت بحاجتها، أو مثلا صرنا على آخر السنة ما في داعي يمكن تجددها، بكرة مجددها بداية السنة، اللي لا خليها مجددة ومحفوظة ما بنعرف ايمت ممكن نحتاج. خلص صارت هي قاعدة أساسية لازم قاعدة موجودة أساسية. على طول موجودة مجموعة وثائق تثبت لإلي انه انا هل قمت بهالاعمال، هل انا مثلا الترخيص الاداري كل عمل تجاري له ترخيص اداري. وجود وثيقه لدي بانه انا حصلت على هذا الترخيص يعني بيحجب عني انه شخص يفوت يقول لي وين الوثيقه، وصير انا بدي اروح ادور عليها واسال وين موجوده ولا ما لها موجوده، واسال فلان واسال فلان، وبعدين حصول على الوثيقه بشكل مستعجل قد يكلفني مبالغ أكثر من إذا هي أنا بالتدريج وبشكل بسيط. ندفع ضريبة التأخير كمان. الحقيقة هذا الموضوع على قد ما هو أنه ممكن يكون عمومي وبسيط، بس على قد ما أنه قيامنا فيه ممكن يسهل أعمال لقدام كتير قدامنا. بتلاقي عالم مثلا دائما مشغولة شبك، والله رايح أعمل بدي ساوي ملحوظ. طب أستاذ خليني بالختام وقف عند هاي النقطة تحديدا، لانه ما عاد بقي معنا وقت كثير. قلت عن التعميم الاخير اللي كلنا بنعرفه انه هو اهميه السجل التجاري حتى للمشاريع الصغيره هي لتعريف المشروع، لانه حتى ما يصير عليه اشكاليات قانونيه. شو هي اهم الاجراءات للوثائق القانونيه مع بدايه كل مشروع؟ يعني مثل ما قلنا الباسبور احنا مسمينه السجل التجاري، لانه دائما هلا كنا عم نسمع بالاونه الاخيره انه انا ما طلعت السجل التجاري ما لحقت، بتسمع بشكل مستمر. شو هي اهم النقاط الأساسية لازم بلش فيها؟ سجل تجاري، غرفة الصناعة، يعني شو هن؟ كإجراءات إدارية أصدق؟ كإجراءات إدارية أولاً تكون محفوظة للتعريف بهذا المشروع إن كان صغير ولا كبير. تمام، أنا كتاجر أول شيء بدي سجل تجاري، وكعقار بدي سجل متجر. يعني نحن اليوم القانون هيك فرض أنه اليوم حقوق التاجر لما يكون موجود سجل للمتجر، تمام، ضمن السجل التجاري، سجل خاص للعقار وسجل خاص للتاجر أو للعمل التجاري. تمام؟ لما أنا بدي أقوم بعمل تجاري فهو ضمن مقر تجاري، هذا المقر التجاري لابد أنه يكون فيه مسجل كسجل متجر، تمام؟ حتى اكتسب، لأنه بالقانون أو التعميم الأخير أصبح تكتسب الحقوق بهذا السجل، سجل المتجر. لذلك اليوم خلينا نقول بعد ما صارت عنا واضحة أنه أنا في عندي قواعد لنجاح المشروع الاقتصادي، أهمها يكون وثائقي جاهزة، اثنين أهمها يكون اختياري صحيح للمقر العمل، لأنه اليوم سبب تأخر الناس بتجديد سجلها هو أنه في عنده مشاكل بمقر العمل ذاته، أنه هذا مثلا عبارة عن أنه هو فروغ مقدم من فلان، أنا مستأجر من فلان ولكن فلان ما له موجود. أنا اليوم انطلب مني وثائق، لازم يكون أنا اختياري الثاني هو الصحيح، غير أنه لمقره العام لواقعه القانوني. وهي بعتقد أنه بدها يعني شرح أطول كونه هو موضوع شوي طويل، تمام. فاختيارنا لمقر مهم على الناحية يعني عفوا خلينا نقوله كموقع، كمان لازم يكون كناحية قانونية لهذا المقر، كمان هو سر من أسرار النجاح العمل الاقتصادي. خلينا لو أخذنا دقيقة زيادة، بعض النصائح الأساسية يعني هيك بشكل مختصر شوي، النصائح الأساسية لنجاح المشروع الاقتصادي. خلينا هيك بالتدريج شوي شوي نقول في هني، في قدامنا دائما شغلات لازم نكون نحن منتبهين لقبل البدء بهذا العمل. مثلا أنا اليوم إذا عندي مشروعي الاقتصادي مبني على فكرة معينة بذهني، لابد أنه قبل ما أبدأ بهذا المشروع أروح سجلها وأحميها وأنسبها لإلي.
تمام؟ فلو كان المشروع الاقتصادي اليوم مبني على مثلا اسم انا شايفه كثير مهم مثلا وراح يعطي شيء ايجابي، اهم شغله يروح انا سجل هذا الاسم بحمايه الملكيه مثلا الفكريه. هذا الاسم لانه لما بده ينشهر بيصير صعب انه راح الاقي مين عم ينازعني عليه. اذا في اعمال لازم اقوم فيها قبل واعمال بقوم فيها بعدين. نحن بعجاله حتى ما نكون هي. ثم اختيار طريقه العمل تكون بصراحه يعني تكون مبتكره اكثر من الشيء الدارج، يعني دائما ابحث عن الشيء اللي فيه تميز لإلي. هي الحقيقه يعني هي من الشغلات يكون في شيء جديد، تمام؟ دائما يكون عندنا تجدد، والاهم انه اكون انا مطلع على القوانين يلي بدها تنظم لي هذا العمل. كل التعديلات اكيد. بالختام بدنا نتشكرك، حاولنا خلال الفقره القانونيه نسلط الضوء على نقاط كثير مهمه بتفيد كل الناس اللي عم يتابعنا، وخصوصا لاصحاب المشاريع اليوم اللي حابين يعملوا مشاريعهم الخاصه واصحاب المشاريع الصغيره. المحامي الاستاذ حسني صوفان، نتشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. الله يعطيكم العافيه. يسعد صباحك.